يستطيع الإنسان أن يتغلب على الخوف والقلق والوهم، فكثيرا منا صمدوا وصبروا بالعزيمة التي لا تلين، حققوا ما كانوا يتمنون واستمر مشوار حياتهم ليطرق الفرج باب بيتهم حاملا معه السعادة. خالتي خديجة لم تتوانى للحظة بأن تحمل هموم بيتها بعد مرض الزوج، هي اليوم تعيل بيتها ببيع كسكس البلوط. احنا نخبص بيضار حكاونا حكاونا على الزوج شبيه وشبيه ايه بصح هو شبيه يا ابني، انا دراك بديت وشوفي انا ما نعرفش ايه. احنا هو مريض عنده يتمشي هاك مسكين ويخدم علينا، وما كاش اللي يخدم علينا ما خلافه اللي يقول هذا الخبير عندي بيحضر ان شاء الله. هو مسكين ينقص ويقول لي مره كوبتي مره كراهي مره، من بعد حكي راح لواحد يطلب يقول له بحار هنا في الحبل، عطى له واحد البريه قال له واحد البازي هذاك تاع فيها لقطو لقطو بشويه وكثر خير صحاب الخير عاوني شويه. دار واحد 100 واحد 200 واحد كاع كثر خيرهم كاع اللي دارهم نوري لك اللي دار اللي طالي يدي ديك زولت على الكافو اثنين كان عطى له 11 نتايا ديناه للسبيطار درنا له قردو في البعزي صار ردينه فما كان يمشي شويه ما كانش فريش. انت اللي راكي تدعيني في الدار ايه. واش راكي تخدمي؟ نفس الخدمه. نفس الخدمه هلا كتبان له ما عندك غير نشرات. وشنو هذا؟ قال له مشروع تاع الجيش نعطيه هذا ما نخدمش انك ما تحلل الفلوس خلطوا هذا ترحيه؟ نرحيه ونأكل هذا بلوط تاع السجار ذا تاكليه ولا تبيعيه؟ ناكلوه تنبيعو تنبيعو واش حنا كيفاش تاكلي؟ حوس تطعموني حوس تطعموني كيفاش مكذبني؟ لا 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 ما كذبتكش انا والله. دخل ويطي حرام دخل مزرفتي في الكل ودخل ويطيح ودخل وخلي هذا كسكسو هذا نطح له فرحة ايه ويرجع سميه ونفت لي فيديو تو نعطيه بشوية باي عاون شقرة فارينة ما تحكيش اسم هذا ديري بيه كسر ديري طعام كسر ما يجيش وليت ما يجيش يجي عارف سما كنت راح تعرضين على الطعام اليوم تاكل كيما ناكل ميت ياكل وليدي كيما ناكل هنكل نطح له تكون به لابحة كاين طعام دوكا ولا ما كانش؟ كاش ولا كان كاش ولا كاش ساكن الحين عطا لي لا لا ان شاء الله. واش قلتي على الراجل شبيه؟ حنا قالوا لنا تما راه القلب هي عنده قلب عيان وعنده النفض وضروك القلب راني عطالو الدواء نقولوا قالوا ما خدم ما تري ما تزاد قالوا توك بصح هو كل هذوك غبنيتهم بيتي سعد بيتي سعد ما يرقد جاب المقسيم وبالله والملح ما ادري شنو تلقاو لي فيك ما يخمطها قالوا ريحنا عليه يشريحوا لاكتوب صح ما مبغاش يهنا دوك شكون اللي راه يعيش في الدار؟ كيف؟ واش راك تاكلو؟ ها هو لاكتوب قلت كيما الله تبارك الله طاق عندي واحد البنت راه نبيعها ويعطيني صحاب الخير مرة نقلع حاجة ونبيع طباق ونبيع طباق نبيع بنينة والله قد غاد والله ما عرفتش كل البنات كيفاش عن ثانية كتعيش فيه؟ ها هو لاكتوب ساكن كيما الله ها هو نروح مكتوب علينا ما يقول لي تهرم من جري تربي والله حوجك او منور والله ولدي ما تصبر ربي سبحانه ها والله تصبر ربي هذا ربي ما طالي وكثر خيرك يطح والله اهلي رفدوه مساكين الدواء طاولوا هذا الحمد لله عيساني يشكر ربي وربي بالك ما يخلق ما يغر سبحانه حول الله اللي خلق ما يغر خاطره تضبط يا ابني راك عارف الدنيا كي هاك تقشت في عليك دوك تطعم عليه تسيبها ما تسيبها شوف كون نعيط لك المود اختو كان يدير هذا الميسه هذا قميص ندرهم انا مسكين كاع من جيبو سيبو بنا ونعيط لك ليه تقول الحاجه راه تكذب ولا لا 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 والله غير مصدق والله غير نقول نعيط لك لا لا الصح ابني نقول الصح دارنا نسبي بان كنا حاشي ابني طوالات مكاج دارنا واحد الحفره هاني صابره مية كنا بنيتي صغار وبعد في كبرور قاعد المشاكل خاف تاخذ ايوا الصور هذا بناوه اللي مساكن كاع كل واحد توز لي نهار
كلها غير ربي اللي فرج. شكون اللي ما فرجش عليه ربي؟ وكاع عانات الناس وفرج ربي والحمد لله. انا كي كان هاني كاين يمشي كان حتى ما كنتش الفقير اللي تميت عيط. بصح كي كان يمشي ويدخل معاهم ويخرج معاهم كنت نصبر نزهه صافر كسول لي بقوليدي وحده كمل يدي كمل يعاونو. انا كون قاعد يمشي ما ليش حيتاش ما يضرش.